العجينه كما نديروا العجينات على المطلع تاعنا، عندنا كاس سميد رطب، عندنا 3 كيسان فارينه، صافي كاس سميد رطب 3 كيسان فارينه، عندنا لهنا 2 ملاعق تاع خميره الخبز، ملعقه تاع السكر وشويه تاع الملح، نخلطوا هذاك الخليط تاعنا مليح، ومن بعد نبداو نلموا فيه بالماء دافي. هنا ما نحوسوش نعجنوا بزاف ولا، خاطر حنا نلموها هاك مليح، نخلوها شويه طريه، نخلوها تخمر هكذاك، ومن بعد نعاودوا نديكاجيو كاع هذيك الخميره اللي تكون فيها، ندلكوها شويه، نعاودوا نخلوها المره الثانيه، ومن بعد فاصوني ولا هنا نحلوها، فاصوني لهنا دي بول صغار. انا نقطعو بالكاس ولا وبات ولا حاجه هكذا نقطعو بها اون بورت بياس ولا نشكلو معليش فهمتك زهره انا نشكلو على شكل دوائر يكونوا كيما نحبوهم حنا نعاودو نخلوهم يدوبليو الفوليوم بور لا دوزيام فوا ومن بعد نطيبوهم في الطاجين الطاجين تاعنا لازم كي نطيبوهم نحطوهم نقعدو نقلب شاك فوا نقعدو نقلبو فيها باش يتنفخوا لنا هذاك البطبو خاطر كنخليهم يطيبوا مليح من التحت نعاودو نقلبوهم يجونا يابسين وما يتنفخوا لنا صافي في راميزور ما يسخلوش حتى يطيبوا نقعدو نقلبو فيهم حتى يطيب هذا ما كان الحشو الداخلي اللي حنحشو بهم لهنا البطبو ديالنا عندنا شويه بطاطا مغليه قطع دي بتي كيب صغار عندنا كميه تاع الطون شويه تاع المايس مايونيز جبن ابيض معدنوس لهنا عندنا طماطم زيتون وعندنا جبن هنا غريير ولا واش عندنا نخلط هذاك الخليط ونعمروا البطبو ديالنا غير صح ماني اونفون اليوم درتو على جال صالح خاطر البارح ما كلاش صافي اليوم درت الميلو ديالو وين اونفون